لا تعمل الفوز إلا بعض الميدالية. عض الميداليات بعد الفوز عادة قديمة حذر منها منظمو أولمبياد طوكيو 2020 أخيراً. تقليد غرس الأسنان في الميدالية يكشف زيفها ومدى نقاء معدنها، ففي حال كانت مزيفة سيظهر الطلاء الذهبي على أسنان الفائز. منذ أكثر من 100 عام جرى التوقف عن صنع الميداليات من الذهب الخالص، ولم تعد تقنية عض الميداليات ذات أهمية. مع ذلك لم تندثر هذه العادة التي تسعد اللاعبين وتمد الإعلام بلقطات مميزة.